نعمل بقى الوصفة التانية معانا النهاردة، البان كيك بزبدة الفول السوداني مع الكيوي وصوص الشوكولا. سهلة جدا وبسيطة وفي نفس الوقت مش تقيلة قوي، لو احنا عايزين ناكل حاجة حلوة عشان وقت الصيام بيبقى فترة طويلة جدا، وفي نفس الوقت مش عايزين ناكل حاجة تقيلة. عبارة عن بان كيك نفس وصفة الكريب بالظبط، بس بنعملها أتخن وبتبقى في طاسة أصغر، ومقاديرها بالظبط هتطلع عندكم على الشاشة. عبارة عن بان كيك، زبدة فول سوداني، فستق، كيوي وصوص شوكولا. خلاص هجيب كده زبدة الفول السوداني، هجيب البان كيك، هرش فستق الاول، نرش فستق عشان يلزق في زبدة الفول السوداني، ما ننساش عشان لو حطينا الكيوي الاول مش هتلزق، ونعمل حسابنا نرشه كده في الطبقات اللي احنا كده عشان اللي ياكل مننا ما يقولش ايه ده مفيش فستق. هجيب كده الكيوي، بس وكده خلصنا وصفة البانكيك بالفول السوداني.